فقط البسطيله ديال البخار كما كتشاهد. نبداو بالبصله، الان درنا البصله والبصل مشوطيها باش ما نضيعوش الوقت، ومن بعد القرعه الخضراء، ومن بعد الجزر كما كتشاهدوا. تخدم ديالها زينه ياك، باينه الروسيطه زوينه باش يبقاو باينين. والما يخشوش يتشحروا بزاف باش يبقاو باينين، يعني غير ترخاو. غير ترخاو شي اللي خصهمش يتشحروا بزاف باش يبقاو مزاز. قليل من الزبده، ملعقه صغيره ديال الحل ديال الا بغيتي ت دابا كنديروا الدجاج ياك. وضعنا الدجاج الان نص كيلو، غنوضع الفطر معلقة صغيرة ديال الزيت وشوية الزر والملح. الفطر شرمل شرمل ياك، صوطيناه بوحدو ياك، بوحدو شوية الزيت و معلقة الزيت، زيت البلدية، زيت البلدية وجوج معالق ديال زيت البلدية. صوطينا بينهم واحد الطرس ديال الثومة، صوطينا به الدجاج. احنا قلنا فيديو ما بغيناش نديرو الطوايف، هادشي اللي كان الدجاج نسمنا يعني بالثومة، نسم بالثومة والبزار والبزار والمليحة ومعلقة كبار ديال العود، زيت العود. اوكي ربع معلقة صغيرة ديال الإبزار، ربع معلقة صغيرة ديال الزنجبيل، والتوابل المنسمة، كنوضعهم حتى الآخرين باش ميتحرقو الناس ياك، والمعلقة صغيرة ديال الملح. اوكي من بعد كنلوحو، كنوضعو الخيطر الأسود من بعد كنوضعو الشعرية الصينية. هذيك الرقيقة ولا؟ الشعرية ديال الروز، ديال الروز. ها هو كنحكيو عليها وحنا كنحكيو. كتفي عليها دابا؟ كفيتي عليها؟ درنا لها المطايب وخليناها في زكات فيها. المطايب خليتها في زكات فيها. اوكي خليتها هو هكا ما ت لا كيتسوطاش، كيتسوطاش باش كيعطي يبقى لوغو ديالو زوين ياه، كيبقى خضر بحال هكا كيتسهط هكا بالسخانة. بالسخانة هو واحد بعد غيترخى بحال غيطيب. سبحان الله، هذي وصفة خطيرة هذي. لا هذي كيشهي كتعمر فيها تبسيطيلات، تبسيطيلات طرات الخضرة والدجاج البريوة بسيطيلات أي حاجة. أي حاجة شويه ديال معلقة كبيرة، معلقة كبيرة ديال لاصوص الصوجة. أييه تا هي الزيتون، البوطرات فيناها كما قلنا، كتصوطو غير في السخونية ديال الخضر. كتصوطو كتصوطو في السخونية ديال الدجاج والخضر. الهريسه اختياريه ياك، كاين اللي عنده اقساط ماشي ضروري ديرها. اي كاين اللي عنده شي حاجه الا بغا شي حد، هذا بعدو باغينها. اي الفرماج الابيض جوج معالق، جوج معالق ما بين جوج حتى ثلاثه، حتى ثلاثه اكثر. هذا منين خديتي الفرماج؟ هذا خديته من الهري، من الهري عنده ياك ديال الحلويات، اللي تيبيع الحل داك الشيء ديال الحلويات. يعني تقدر دير كيري مثلا، تقدر دير ياك يعني هذا اللي تيستعمل احسن من هذا، هذا فيه تيعطي الكميه، تيعطي لوغو، تيعطي لوغو ياك عليك. تمشاو على الحاجه الطبيعيه. طبعا تبارك الله عليك وصافي. ما يمكنش دير شي حاجه اللي هي الناس طابعه في راسهم، داكشي كلشي كيمام شي حاجه طبيعيه، خضيره طبيعيه، دجاج شي اللي كاين، شي زويته، شي حاجه اللي هي هاد الطماش يعطيك التعليكه، كيعطي التعليكه باينه فيه معلك. اما الكيري ولا هادي خصك مع خصك بزاف وما يعطيكش هاد النظافه. معلك مزيان
بالنسبه 14 حبه هذه تعطيك 14 حبه كيلو كيعطي 14 حبه 14 حبه اذا تعطيك تقريبا 52 هادو ديال الصبيعات 52 حبه قول بحال دابا نعطيو هنا غتعطينا 14 في 14 28 إيه؟ 28 في 28 هي 56 هي 56 هي 56 56 سي سي غتعطيك 56 صبيات يعني ديال الليم يعني حتى تعرفتو الكميه يعني شحال باش ما يبقاش بنادم تلا كان عنده الكوموند ولا شي حاجه الكوموند ولا شي حاجه اللي عرفت شحال غتخرج له الكوموند الا الا بغى شي كوموند كتصايبو له مزيان على حسب الطلبيات حسب الطلبيات يعني دابا حتى عندنا التعليم في الجمعيه اللي بغى يجي يتعلم في الجمعيه راه حتى نعلمو في الجمعيه الجمعيه المستقبل اييه هذه اللي كاين هنا في اييه هذا ديال سعيد الحجي اييه ديال سعيد الحجي سي سي اللي بغى يجي يتعلم راه غادي يتعلم تما يعني بواحد النسبه قليله ماشي هي غاليه يعني 120 درهم بغا يجي يتعلم حنا راه فاتح مرحبا بك كاين اللي غادي يقولوا لي باش مي باش مي باش مي باش مي باش مي باش والحرشه تتكون الفوق هي كاينه كاينه الحرشه وكاينه الرطبه الحرشه تكون الفوق والملسه تكون لتحت هنا حنا دابا كدير جوج ندير حتى 10 انا معلمه يعني النوع اللي لا بحال شي ما نحيرش فيه ياه هاكا ما غاديوش بحبه بحبه نقعد هنا عندك الحق شي حاجه في الدنيا عندك حبه والو زوين تبقى دي ورقه وحده هذه هي ورقه وحده حنا غنقادو لك بحال هكا ايه دابا الفاس ديال صافي كتلوي هادوك الطحين ياك الطحين وشويه ديال الماء اه ضروري باش تشد الطحين والماء باش تشد ديك الشيء باش ما ي... اه وي طريقة زوينة وخفيفة وسهلة بسيطة يعني أي واحد يدير أنا مش أنا أول أي واحد يقد يعني مش ما عندهاش صعيبة شي حاجة ليا يعني. آه. ديال هاد الورقة هادي راه واعرة يعني تجي في الطير ديالها مقرمشة وتجي زوينة الوريقة ديال البخار واعرة واعرة زيت المائدة نقليهم في زيت المائدة إن شاء الله إذا كتقلاو في الزيت حسن من الفران ياك الفران تيترخاو كيترخاو عندك الحق تيترخاو مرة مرة بقا تقلب فيهم ماشي يبقاو حتى النيفو ديال التحمر ماشي يبقاو حتى النيفو ديال التحمر ميتحرقوش أييه الصبيعات ديالنا راهم جاهزين جاو كيشهيو الله العظيم نتمنى تعجبكم هاد الوصفة وتجربوها وتردوا علينا ان شاء الله الى اللقاء والى فرصة قادمة بإذن الله تعالى